بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في كتاب الأسبوع. النهاردة اخترنا The Science of Self Learning أو علم التعلم الذاتي، وإيه الكتاب اللي بيقوم أساسا على فكرة إزاي إن أنت ممكن تدرس أو تعلم نفسك أي حاجة أنت عايزها. الكتاب من نوعية كتب التنمية البشرية اللي بتقدم طرق محددة لتحقيق الهدف، مش من نوعية الكتب اللي بتقدم خطاب حماسي، من نوعية إن أنت لو أمنت أو اعتقدت بالنجاح هتنجح والموضوع يخلص على كده. احنا مش بنقلل من اهمية الخطاب الحماسي، هو مطلوب في احيانا كتير لزيادة الدافعية والتنمية الثقة بالنفس، لكن لوحده مش كفاية. الخطاب الحماسي لوحده هيؤدي الى مجهود غير موجه، الطرق والاستراتيجيات والاساليب هي اللي بتوجه المجهود ده في الاتجاه الصحيح. بالضبط زي الناس اللي بتحضر ورش عمل عن ادارة الوقت، فبياخد دفعة فبيفضل بعد الورشة يومين ثلاثة ملتزم قدرا بإدارة الوقت، وبعدين بيرجع تاني لنمط حياته القديم. الكتاب تأليف بيتر هونلس، وبيتر من المؤلفين اللي ما لهمش صفحة على ويكيبيديا، من المؤلفين اللي مش هتعرف توصل لهم لفيديو على اليوتيوب، إلا إن هو مؤلفاته كتير جدا. يعني اللي قدامنا في الصورة ده جزء من الكتب اللي هو ألفها، رغم إن هو زي ما انت شايف الصورة سنه صغير، وحتى اعلى مؤهل حصل عليه هو MA في علم النفس. هو حتى لما بيوصف نفسه بيقول ان انا لسه بتعلم الطبيعة البشرية، لسه بتعلم قدرات الانسان. الكتاب مبني على مبدئين اساسيين. المبدأ الاولاني ان التكنولوجي هي اللي جعلت التعليم الذاتي افضل من التعليم التقليدي، وان احنا العصر اللي احنا عايشينه عصر جوجل ويوتيوب خلى الوصول للمعلومة أسهل بكتير. طبعا دي حقيقة، واللي في الثلاثينات أو الأربعينات من عمرهم شافوا إزاي إن إحنا كنا ممكن نسافر من محافظة لمحافظة علشان ناخد رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير من مكتبة الجامعة، علشان في الآخر خالص ناخد منها سطرين. النهاردة وأنت قاعد على جوجل تفتح مكتبة الجامعة اللي أنت عايز تروحها في دولة تاني مش في محافظة تاني وتاخد منها اللي أنت عايزه. بعض الموضوعات كان يستحيل إن أنت تشوفها عملي، بعض التجارب سواء خطورتها أو ارتفاع تكلفتها. النهارده على اليوتيوب اي تجربه عمليه انت عايز تشوفها تقدر تشوفها. فهو بيتكلم ان التكنولوجي او العصر اللي احنا فيه خلى التعليم الذاتي هو المفروض انه يكون الاصل مش التعليم التقليدي. بعدين بيتكلم ان التعليم الذاتي مش جديد، يعني وان كان هو الانسب لهذا العصر انه مش جديد، وابتدى يذكر بعض الامثله الاوروبيه لعباقره ونوابغ ما تعلموش في المدارس. يعني لو حابين نذكر أمثلة عربية فإحنا عندنا الجاحظ والعقاد وكتير جدا من النوابغ في المجالات اللي قدروا ينموا نفسهم بنفسهم، يعني ما اعتمدش على التعليم التقليدي. في مقدمة الكتاب بيتر هولينز بيقول إن الطلبة أصحاب معدلات الذكاء العالية والطلبة سريع الاستيعاب والطلبة سريع الإنجاز لا يناسبهم التعليم التقليدي، يناسبهم فقط التعليم الذاتي، لأن هو يقدر يفصل مادة تعليمية تناسب سرعته. الجزء الثاني من الكتاب بيبدا يتكلم عن المبادئ بتاع التعلم الذاتي. طب لو انا عايز اتعلم ذاتيا ايه اللي المفروض يكون عندي؟ هو بيتكلم عن قاعدتين اساسيتين اللي هم الثقه في النفس وضبط النفس، اللي من غيرهم مش تقدر اصلا تعمل تعلم ذاتي. الثقه في النفس هي الاساس، انت لازم يكون عندك القدره او عندك الثقه في قدرتك على التعلم. يعني لو انت عايز تدرس برمجه لازم تكون واثق في نفسك بغض النظر عن ان انت لسه ما بدأتش، يعني احنا بنتكلم عن قبل ما تبدأ. الحاجة التانية او السمة التانية الضبط او الالتزام self discipline، وان انت تلتزم بجدول الزمني والمحتوى لو انت قررت ان انت تتعلم ذاتيا. طبعا نفس الكلام ده ينطبق على الناس اللي بتحب تعمل home schooling، دراسة في المنزل. لو ما في جدول محدد بمواعيد محددة بأنشطة محددة، جدول محترم الأسرة بالكامل تحترمه، مش هيبقى فيه هوم سكولينج. مع الاثنين دول تقدر تبدأ بعد كده تعمل تعلم علشان تقدر تعمل تعلم ذاتي. بيدي بعد كده بيتر هولينز نموذجين لمبادئ التعلم، نموذج SQ3R، ودول ده أحد النماذج المستخدمة في دراسة المحتوى المكتوب، لكن هي تناسب المحتوى المرئي كمان. الأول خطوة هي المسح السريع أو السيرفي، وأيا كان حجم الكتاب أو حجم المحتوى أو حجم الموضوع المفروض السيرفي ما ياخدش أكتر من 3 إلى 5 دقائق.
ده الهدف منه. انت بتقرا العناوين، بتشوف نظرة عامة على الكتاب، بتشوف المحتوى من اوله لاخره هياخد منك قد ايه وقت، ايه العناوين الاساسية اللي بيتناولها الكاتب، ايه الفكرة الاساسية اللي مسيطرة على الكاتب، كل ده بتعمله في سيرفي انت لسه مارج. بعد كده كويستشن، تبدا تحول العناوين الاساسية دي لاسئلة، يا ترى الكاتب كان يقصد ايه هنا، طب الفصل ده هدفه ايه، طب ايه الفكرة الاساسية هنا. والاس كيو 3 ار موديل بيأكد على أهمية الملاحظات أو النوتس أو التدوين المكتوب. وحتى في الخطوة الثالثة اللي هي خطوة القراءة الفعلية بيقولوا إن reading without notes is no reading، يعني لو أنت بتقرأ أي محتوى وبتاخدش ملاحظات زيك زي اللي ما قراش المحتوى. طبعا ده وفقا للنموذج الـ SQ3R. بعد كده مرحلة الاسترجاع أو القدرة على إن أنت تقدر تسترجع هذه المعلومات، وإحدى الطرق اللي ممكن تعمل بيها كده هي الإجابة على الأسئلة اللي أنت كتبتها في الخطوة التانية. وآخر خطوة الريفيو، وهي مقارنة قدرتك على الاسترجاع بالمحتوى الحقيقي اللي في الكتاب عشان بناء عليه تحدد إيه الأجزاء اللي أنت محتاج تركز عليها. الـ SQL موديل من المودلز، من النماذج اللي محتاجة شرح باستفاضة، ربما نعمل فيديو نتكلم عنها بالتفصيل. بعد كده بيتكلم عن الكورنل نوتس او الطريقه المنسوبه لجامعه كورنل، ودي الطريقه كان عملها احد اساتذه الجامعه، وهي بتعتمد على تقسيم الصفحه بالشكل ده. الجزء اللي فوق ده عشان تكتب فيه العنوان، عنوان الموضوع، عنوان الوحده، عنوان الفصل، عنوان الكتاب، حسب ما انت بتلخص. انت ممكن تعمل كورنل نوتس صفحه، ممكن تعمل كورنل نوتس لوحده، تعمل كورنل نوتس لكتاب بالكامل. فانت بتكتب هنا العنوان والمؤلف الكتاب، الاستاذ اللي بيدرس لك، والتاريخ، العنوان الاساسي. بعدين الصفحه نفسها مقسومه قسمين، قسم منهم ضعف التاني. القسم الكبير ده بتاخد فيه نوتس، اي ملاحظات، اي معلومات، وطبعا يفضل دايما بين كل معلومه ومعلومه تسيب مسافه فاضي، يعني لو انتهيت من المعلومات الخاصة بالجزء الأول تسيب مسافة قبل ما تيجي الجزء الثاني عشان لو احتاجت ترجع لحاجة. هنا ممكن ترسم، تكتب زي ما انت عايز. هنا في الجزء على الشمال ده المين توبكس أو العناوين الأساسية، وفي الجزء اللي تحت ملخص للجزء اللي انت بتحاول تعمل له كورنوتس. الملخص ما يزيدش عن 7 أسطر، من 5 لـ7. وفكرة الملخص هو ايه اللي ممكن تكتبه أو تقوله لحد ما درست الموضوع ده، يعني لو انت بتحضر محاضرة عن قواعد البنات وليك زميل غايب، محاضرة مدتها 2 ساعة، لو هتلخصها في 5 أسطر هتكتب ايه؟ هو ده الملخص. بعد كده بيتكلم عن القراءة السريعة، وبيتكلم عن بعض المبادئ الخاصة بالقراءة السريعة، زي ان انت تتوقف عن النطق، تقرا بس بعينيك، انت تدرب عينيك انها تتحرك قطري في الصفحة مش بس راسي، ان انت يكون عندك القدرة على تجاوز الحشو او تعمل سكيمينج، والقدرة على التركيز واستخراج المعلومات الأساسية بسرعة من الكتاب. طبعا القراءة السريعة من الحاجات اللي بتعمل لها دورات تدريبية. بعد كده بتكلم عن مستويات القراءة، ان في ناس بتقرا قراءة ابتدائية وده زي اللي بيقرا جريدة ما بيستفدش حاجة، وفي ناس بتقرا قراءة بحثية وده اللي بيكون عنده أسئلة محددة بيدور لها على إجابات، في ناس بتقرا قراءة تحليلية وده اللي عنده القدرة على ان هو مش بس يطلع الإجابات، لا ينتقد المحتوى ويصححه ويقدر يضيف ليه ويعدل عليه. والمقارنة او القدرة على ربط عدة محتويات مع بعض، يعني لو انت بتقرا 3 أو 4 كتب في نفس الموضوع ازاي تقدر تطلع بملخص واحد عن الموضوع من الـ4 كتب وتقارن جريته في الكتاب ده بالكتاب ده. لو احنا نقول رأينا في الكتاب هنديله 4 نجوم من 5 لسببين. السبب الاول ان حجم الكتاب مناسب واللغة المستخدمة سهلة وبسيطة، ورغم ان هو ما بيضيفش معلومات جديدة الا ان هو عنده القدرة على توظيف المعلومات القديمة بشكل كويس، يعني هو عنده القدرة على ان هو يستعرض المعلومات اللي موجودة فيما يتعلق بالتعلم الذاتي والقراءة السريعة ونماذج القراءة ونماذج الملاحظات، قادر يوظفها كويس في الكتاب. وان بصراحة من المهم تذكير الناس مرة بعد مرة بالمبادئ الاساسية للاستذكار والمذاكرة، وزي ما قلنا زي ما الدافع مهم، زي ما مهم ان انت كل شويه تقول للناس ان انتوا تقدروا تعملوا، مهم كمان ان انت تقول لهم ازاي يعملوا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.